مساء الخير. غلطة كادت تودي بحياة وزير الشباب فيصل كرامي، ونجت طرابلس بل لبنان كله من قطوع بعدما تحول اعتصام للقوى الإسلامية تقدمه حسام صباغ في ساحة عبد الحميد كرامي إلى ما يشبه حرب شوارع إثر إطلاق مجموعة من المتظاهرين النار على موكب الوزير فيصل كرامي في أثناء مروره بمنطقة التل، ما أدى إلى احتراق سيارة جيب تابعة للموكب وإصابة 5 بجروح، 4 منهم عناصر مواكبة والخامس أحد مرافقي الشيخ حسام صباغ. الرئيس عمر كرامي لن يدعي على أحد ولم يحمل أحدا المسؤولية، مؤكدا أن ما جرى كان غلطة من المسلحين في ذلك المكان، ومشددا على البقاء مع خيارات الدولة. ما وصفه الرئيس كرامي بالغلطة قال فيه وزير الداخلية مروان شربل إنه خطة أكبر من الجيش والقوى الأمنية وحتى أكبر من الدولة، موضحا أن المسلحين استهدفوا الوزير كرامي بعدما عرفوه ولاحقوه وكادوا يقتلونه. إذن القضية ليست مصادفة بل خطة تستهدف الاعتدال والمواقف الوطنية المتمثلة في آل كرامي. وإثر الاعتداء شهدت طرابلس استنفارا أمنيا وحكوميا، فقد توجه رئيس الحكومة ووزراء والمدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي إلى دارة آل كرامي، كما رأس وزير الداخلية اجتماعا لمجلس الأمن المركزي. وهذه الليلة استقبل الرئيس كرامي وفدا من القوى الإسلامية برئاسة الشيخ سالم الرافعي، وضم في عداده حسام صباغ ونبيل رحيم، وقال الرافعي بعد الاجتماع إن الأجواء كانت إيجابية. إذن الرئيس ميقاتي ووزير الداخلية في دارة الرئيس عمر كرامي بعد نجاة نجله الوزير فيصل من محاولة اغتيال. تقرير للزميلة كريستين حبيب. لم تكن جمعة عادية في طرابلس، كانت جمعة الرصاص والدم. في وسط شارع عزمي، الشارع الأكثر صخبا وزحمة في المدينة، تعرض موكب الوزير فيصل كرامي لإطلاق النار. وفي التفاصيل أن كرامي كان يتوجه من قصر كرم القلة لأداء الصلاة في طرابلس، وحين وصل إلى ساحة التل اعترض موكبه مسلحون وتلاسنوا مع المرافقين، فما لبثوا أن رشقوا الموكب بالحجارة ملوحين بسلاحهم. عندها أطلق المرافقون النار في الهواء، فجاء الرد وابلا من الرصاص المباشر. تابع الموكب المؤلف من 4 سيارات طريقه باتجاه شارع عزمي، وهناك تعرضت له مجموعة أخرى من المسلحين بإطلاق كثيف للرصاص، لكن الأمر لم ينتهي هنا، إذ ألقيت قنبلة يدوية على السيارة الرباعية الدفع التي يتواجد فيها كرامي عادة، لكن صادف وجوده في السيارة التي تسبقها. في السيارة المستهدفة أصيب المرافقون أحمد برادعي، مصباح الباشا، جمال الحسن، أحمد الصوفي، محمد سيور ومحمد اليوسف، هم نقلوا إلى المستشفى الإسلامي وقد وصفت إصابة أحدهم بالحرجة. فور انتشار الخبر غصت دارة الرئيس عمر كرامي بالمواطنين والرسميين الذين استنكروا الحادثة وحيوا الرئيس عمر كرامي على موقفه الهادئ. كنا دائما نقول بأن خيارنا الدولة، واليوم وبعد هذا الحادث نؤكد بأننا لا نحمل بغائنا على أحد ولا نتهم أحدا، ونحن متأكدون بأن ما جرى كان غلطة من المسلحين الموجودين في تلك المكان وفي ذلك المكان المعهود. انطلاقا من ذلك نحن نؤكد ونصر على أن نبقى مع خيارات الدولة، ولن ندعي على أحد ولن نحمل المسؤولية لأحد. مع الوزير الله يسلمك ويخليك، أول أمرك الله يديمك خليك أنا ممنون. الوزير كرامي تنقل بين زواره وهاتفه الذي لم يهدأ بين اتصالات من المسؤولين والمواطنين. وصلنا إلى تقاطع طرقات مسكر بالموتوسيكلات، فطلبنا فتح الطريق، رفضوا فتح الطريق، وحصل هناك يعني هرج ومرج وتكاتروا وبدأوا إطلاق النار بالهواء، ومن ثم يعني عرفوا الظاهر مين نحن،
فبدأ الإطلاق النار على السيارات اللي فيها فيمي، وأنا كنت راكب بسيارة ما فيها فيمي. فللأسف تصوب عندي 5 أشخاص إصابات مباشرة بمحاولة اغتيال مباشرة، وتم حرق أحد السيارات بقذيفة كمان يقال أن نرجع. أنا بالحقيقة يعني نحن ناطرين التحقيقات بهذا الموضوع. عدد من الوزراء والنواب والقادة الأمنيين والقضائيين زار دار كرامي وهنأه بسلامة أجله. بكل صراحة والمسؤولين السياسيين بطرابلس كلهم من وزراء ونواب أنهم يجتمعوا ويقرروا تكون فلتكن انطلاقة من مدينة طرابلس مدينة منزوعة من السلاح. راح يتلاحقوا الأشخاص اللي أطلقوا النار ويتوقفوا، وبالنهاية مفروض انه نحط حد لهالشيء اللي عم بيصير. بدنا نتوجه لاهلنا بالشمال عموما بطرابلس بشكل خاص لنقول لهم انه هذه الحادثه يجب ان تكون درس لنا جميعا، انه الاحتكام للسلاح وللفوضى ما بيخدم حدا على الاطلاق، وانه المرجعيه يجب ان تكون الدوله والدوله فقط. بهيدا بنكون عم نأكد على موقعها الوطني وعلى فرصة استعادة دورة اللي لازم يتكمل على أكثر من صعيد. كلنا أمل أن تذهب الدولة إلى خواتيم التحقيق والتوقيف والاقتصاص من المجرمين. نعرف أن طرابلس هي مدينة حساسة، وأن ما حصل فيها إنما يحصل على صفيحة قد تكون من نار. لذلك إن استهداف أي نهج معتدل هو استهداف لكل لبنان. أما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فأثر عدم التعليق عبر الإعلام، وقد استمرت زيارته حوالي الساعة. من طرابلس، كريستين حبيب، قناة الجديد. القوى الإسلامية في طرابلس تعتبر الاعتداء على الوزير كرامي يهدف إلى إفشال أي تحرك في قضية الموقوفين الإسلاميين. تقرير رشال كرم. في الوقت الذي كنا نبث على الهواء مباشرة رسالة حول اعتصام لأهالي الموقوفين الإسلاميين في ساحة عبد الحميد كرامي، حدث ما لم يكن في الحسبان. بانتظار قدوم مسجد ولكن تأخرت. رصاصات حولت الأنظار وتحولت ساحة عبد الحميد كرامي إلى ساحة يعمها الحذر والترقب لتداعيات إطلاق النار على موكب الوزير فيصل كرامي. فعمد المشايخ الموجودين والقيادات العسكرية الميدانية أبرزهم الشيخ حسام الصباغ إلى تهدئة النفوس، وكان لهم نسخة إضافية لما حدث. أن وفوداً كانت قادمة من التبانة ومن البداوي ومن المنكوبين، وكان على رأس هذه الوفود الحاج حسام الصباغ. في الطريق تعرضوا لإطلاق نار من جهات مجهولة. نحن لا نتهم أحداً إلا ببينات، والبينات ليست عندنا. فاعتبر الشباب أنها محاولة لاغتيال الحاج حسام الصباغ حفظه الله تعالى. ماذا يمثل لكم حسام الصباغ شيخ؟ حسام الصباغ يمثل لنا أخا عزيزا ورمزا من رموز هذه المدينة. هذا التطور لم يمنع الشيخ سالم الرافع من توجيه بعد صلاة الظهر رسالة إلى المعنيين في قضية الموقوفين الإسلاميين في سجن الرومي سبب الدعوة إلى الاعتصام. أما والله إذا أبيتم علينا إلا أن تستمروا في سياسة التفطير والتهميش وسياسة زج شبابنا في السجون وسياسة إغراء الأمريكان بقتل شبابنا، فوالله لن تسمعوا إلا انتفاضة شعبية.
لن تروا منا إلا تصعيدات، خطوات تصعيدية. بعد صلاة العصر كان من المفترض أن يفض هذا الاعتصام، إلا أن التطورات الميدانية عجلت الموضوع وتفرق الجميع مباشرة بعد صلاة الظهر، فعمدت الهيئات الإسلامية وبعض قادة باب التبانة اجتماعا في مكاتب الجماعة الإسلامية لتباحث سبل التعاطي مع التطورات الجديدة قبل انفلات الأمور وتدهورها. يعتبر المجتمعون أن ما حدث يهدف إلى زعزعة الاستقرار في المدينة، كما يهدف إلى إفشال أي تحرك سلمي باتجاه رفع الظلم عن الموقوفين الإسلاميين القابعين ظلما في السجون اللبنانية. ثالثا، يؤكد المجتمعون على ضرورة المضي قدما وبكافة الوسائل السلمية للوصول إلى إنهاء ملف الموقوفين الإسلاميين. المجلس الأمن المصغر عقد بدوره اجتماعا في السراي في طرابلس برئاسة وزير الداخلية مروان شربل، الذي اعتبر أن القصة أكبر من الجيش وأكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الدولة، متمنيا أن تكون هذه الأحداث درسا للجميع وأن يقر قانون الانتخابات في القريب العاجل لتهدأ الأحوال وتعود الأمور إلى مجاريها. أنا حكيت أنا وياه، هو بالبداية مش مكان هو المقصود، بس بالنهاية لما نعرفوا الحقوق. طب انه كيف يعني عرفوه وهو جرب يتحاشى المشكل؟ ما بده هالمشكل، ما بده هالمشكل، لحقوه. نعم لحقوه، ولو قدروا طلوه يمكن لا سمح الله يمكن كانوا روحوا. هلا ما مين الاجهزه الامنيه بدهم يعرفوا مين ابوك. لحقوا السيارات اللي محطوط لها في ماهي، واخر شيء وصلوا عليه وسحبوا السلاح، وسحب الفرد عليه كان قتله، ولو ما لحد منه رفع الوحده وطلع الضرب بالهواء كان قتله. وعلى وانتم بتعرفوا هالشيء هذا واسالوه. عم بتكون القصه اكبر من الجيش واكبر من الاجهزه الامنيه واكبر من الدوله اللبنانيه. هل نحن كدولة لبنانية قابلين بهالشيء هيدا؟ إذن بدأ نهار طرابلس بشكل هادئ سرعان ما انفجر ليعود ويهدأ مجددا، وهي حال هذه المدينة في كل مرة أرادت قوى الأمر الواقع أن توتر الأجواء. فهل تتحقق أمنية وزير الداخلية بأن تصبح طرابلس مدينة منزوعة السلاح؟ من طرابلس، رشا الكرم، قناة الجديد. أعرب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط بعد لقائه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو عن خشيته من وصول الأزمة السورية إلى نفق مسدود، مشددا على ضرورة معالجة قضية النازحين السوريين. العام الماضي مثل هذا التوقيت كنت في موسكو وتباحثت آنذاك مع الوزير لافروف حول الوضع في سوريا، وقلت إن ربما وصلت سوريا إلى أفق مسدود واندلعت الحرب الأهلية. اليوم رددت نفس الكلام، لكنني آتي وأحمل هما لبنانيا، كيفية حماية لبنان، حماية لبنان من تداعيات الأزمة السورية إلى أن يوجد حل عادل بحق الشعب السوري. تناقشنا طويلا حول لبنان، هناك مؤتمر في الكويت للمانحين، روسيا ستحضر، أتمنى على روسيا أن تساهم في هذا المؤتمر من أجل مئات الألاف من النازحين في لبنان، في تركيا، في الأردن وفي غيرها من المناطق. وبنفس الوقت يعني حماية لبنان أيضا، ولا نستطيع أن نحمي لبنان إلا من خلال الحوار. الموقف الروسي هو التالي، بأن ولست هنا مفوض من أحد، الموقف الروسي هو أن حكومة انتقالية في سوريا تكون لها مطلق الصلاحيات، صلاحيات الرئيس السوري من أجل المرحلة الانتقالية. في المبدأ فكرة جميلة، في التطبيق كيف؟ وهذا لا يعود إلي، هذا يعود إلى الفرقاء الدوليين والعرب أن يتفقوا على كيفية تطبيق هذا المبدأ. كان المبدأ حكومة انتقالية مع كامل صلاحيات الرئيس، أخذين بالاعتبار أن يعني الوضع السوري معقد، لكن هذا هو المبدأ. فاستمعت إلى الوزير لافروف، وطبعا هو يملك الإمكانات من أجل نقل هذه الأفكار عبر الوسيط الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي، وسأناقش هذا الأمر مع
يعني أصحابي في المعارضة السورية، لكن لست بمقرر، لكن يعني لست مجددا أقول كيفية تطبيق هذا المبدأ من أجل إخراج سوريا من هذه المحنة، إخراج الشعب السوري من هذا الدمار، إخراج الشعب السوري من هذا القتل ووقف الحرب الأهلية. جولة جنوبية لرئيس الجمهورية، والرئيس بري يستبقي الرئيس السنيورة إلى مائدته، وأخبار أخرى في بانوراما محلية للزميلة نوى البري. بدأ رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان زيارة خاطفة إلى الجنوب من رأس الناقورة، حيث مقر قوات الطوارئ الدولية، عبر طوافة عسكرية أقلته من القصر الجمهوري رافقها إجراءات أمنية مشددة. سليمان التقى قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب باولو سييرا، بحث معه التعاون والتنسيق بين الجيش والقوات الدولية في تطبيق القرار 1701. ومن مقر اليونيفيل انتقل سليمان إلى ثكنة بركات في صور، حيث أعد له استقبال رسمي في حضور قائد الجيش العماد جون قهوجي وكبار ضباط منطقة الجنوب في الجيش. قانون يرجع يفرز الكتل السياسية مش على قاعدة المذاهب، قانون يلغي الأحادية اللي موجودة ببعض المذاهب، لكن وليس قانون يكرس تطرف بالمذاهب. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني الرئيس فؤاد السنيورة على رأس وفد من تيار المستقبل يضم النائب نهاد المشنوق والوزير السابق محمد شطح بحضور المستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان. وكان الرئيس بري قد استقبل رئيس الكتلة الشعبية الوزير السابق إليس كاف وعرض معه قانون الانتخاب، واستقبل كذلك عضو مجلس الأمة الكويتي يوسف زلزلي. استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي النائب ألاعون الذي وضعه في أجواء ما توصلت إليه اللجنة الفرعية للانتخابات، واطلع منه كذلك على المعطيات المتوافرة لديه من خلال الاتصالات التي تجري ويشارك فيها ميقاتي. وقد شرح له عون منافع طرح اللقاء الأرثوذكسي الذي حقق الأكثرية في اللجنة بحسب قوله. واستقبل ميقاتي أيضا المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، وتناول الطرفان مسائل تتعلق بالشأن الأمني وملف النازحين السوريين إلى لبنان. واستقبل السفير الإيراني في لبنان غضنفر ركن أبادي الذي أكد أن إيران مستعدة من منطلق إنساني بحت لتوزيع 30,000 حصة غذائية وبطانيات لجميع النازحين السوريين والفلسطينيين الذين نزحوا إلى لبنان بعيد الأزمة في سوريا. زالت عائلة المناضل اللبناني جورج عبدالله ومناصروه التجاوز الذي قامت به فرنسا أخيرا في قضية عبدالله وما وصفوه بالبدعة في القضاء الفرنسي. وأمام مبنى السفارة الفرنسية حيث الاعتصام المفتوح نزلت العائلة والأسرى المحررون وفعاليات في المجتمع المدني، وطالبوا السلطات اللبنانية بدعم محامي عبدالله في فرنسا عبر تأليف لجنة حكومية رسمية تزور فرنسا للضغط على السلطات بالأطر الدبلوماسية. اتخذت المسألة منحا جديدا، لم يعد للقضاء الفرنسي مكانة، إذ أنه تم تجاوز مرحلتي محاكمات الإفراج المشروط بابتداء مرحلة استئناف ثالثة أو مرحلة تمييز. في محاكم الإفراج المشروط في فرنسا لا يوجد إلا مرحلتين، لماذا ابتداء المرحلة الثالثة؟ هذه بدعة في القضاء الفرنسي. كما نظم اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني في صور وقفة تضامنية مع عبد الله أمام مركز تعليم الفرنسية الكائن في الجامعة الإسلامية. الحرية جورج عبد الله. نفذ أصحاب الدراجات النارية في مدينة صيدا اعتصاما احتجاجيا عند المدخل الشمالي للمدينة، وهو الاعتصام الأول من نوعه بعد 15 عاما على قرار منع الدراجات النارية في المدينة. وقد انضم إلى الاعتصام أصحاب دراجات نارية من سور والنبطية وبقية المناطق، إضافة إلى شبان ومتضررين من قرارات منع الدراجات النارية في صيدا بهدف رفع الصوت عاليا والضغط على المسؤولين لإلغاء قرار المنع. هاجمت وحوش ضارية حظيرة حيوانات في بلدة السكسكي في الزهراني بداخلها رؤوس من الأغنام تعود للمواطن رباح عامر، حيث قامت بالتهام بعضها ونهش بعضها الآخر. وقد ناشد صاحب الحظيرة البلدية والمعنيين التعويض عليه لأن الأغنام هي مصدر رزقه الوحيد. هاجم عليهم يمكن وحوش، هاجم عليهم ضبع، هاجم عليهم كليب، والله ما عارف. جيت اللي لقيته هي شافت عيني كلهم ضربين، في عندي شيء 10 هلا عم بموتوا. نظم أبناء الجالية السورية في لبنان والمنظمات الشبابية والطلابية اللبنانية
وقفة تضامنية بالشموع أمام النصب التذكاري للرئيس الراحل حافظ الأسد في بيروت، تقديرا وإكراما لأرواح شهداء الجيش السوري والمواطنين المدنيين والطلاب الذين قضوا في المجازر والجرائم الإرهابية. وندد المشاركون بالدول الداعمة للإرهاب والإرهابيين والمسؤولة عن سفك الدم السوري، مؤكدين عدم النسيان وعدم التسامح مع من شارك وخطط ودعم هذا الإرهاب الذي يستهدف دولتهم بحسب تعبيرهم. دعت نافي بيلي مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مجددا مجلس الأمن المنقسم إلى الطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الحرب في سوريا، إلا أنها صرحت للصحفيين بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن أنها لا ترى مؤشرا على استعداد المجلس الذي يضم 15 عضوا على اتخاذ قرار بهذا الشأن. أنا أؤمن بشدة أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت ولا تزال ترتكب ويجب التحقيق فيها. لقد دعوت مجلس الأمن إلى إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها جميع أطراف النزاع. من جهته أعلن الرئيس الدوري لمجلس الأمن السفير الباكستاني محمود خان أن دول المجلس لم تتوصل إلى أي نتيجة. وفي بيان مشترك أعلن سفراء 5 دول أعضاء في مجلس الأمن هي فرنسا وبريطانيا وكوريا الجنوبية ولوكسمبورغ وأستراليا دعمهم الرسمي لطلب بيلي. وتطرق البيان إلى الحصيلة المروعة للخسائر البشرية في سوريا، وأعرب عن الأمل بأن تنضم دول أخرى إلى المبادرة السويسرية. وأضاف البيان: بمواجهة هذه الحصيلة وأمام صمت مجلس الأمن، علينا أن نكرر التشديد على ضرورة إحقاق العدل، ونعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية لها دور تقوم به في هذا المجال. ودعا البيان السلطات السورية إلى وضع حد فوري لهجماتها ضد المدنيين، وأعرب عن الأمل بحصول عملية انتقالية سلمية في سوريا. من جهته قال السفير البريطاني مارك جرانت أن المجلس غير موحد، مضيفا أن دولة عضوا عبرت بشكل واضح عن عدم موافقتها على طلب بيلي. مقتل مراسل قناة الجزيرة ومراسل فرنسي في سويسرا التي تتواصل فيها أعمال العنف. إذن مقتل مراسل قناة الجزيرة ومراسل فرنسي في سوريا التي تتواصل فيها أعمال العنف، ودعم أمريكي للتدخل الفرنسي في مالي، وأخبار أخرى في بانوراما دولية للزميلة عنان زلزلي. طبعا لا تخفيش عليه، ما صار اطلاق نار. اطلاق نار اول بس يطلق النار، بس يطلق النار دغري تخفي. خليه يركض الاول. ابو عدي اعطيني، خليني اركض معك هنيد الروسيه. خلي بس خليه يركض وحين نطلق ورا. الحمد لله ما في سليمه. صبر شوي صبر. قتل مراسل قناة الجزيرة القطرية محمد الحوراني برصاص قناص تابع للقوات النظامية السورية في محافظة درعا بحسب ما أفادت القناة مساء الجمعة. ونعت القناة في شريط إخباري عاجل استشهاد الزميل محمد الحوراني مراسل الجزيرة برصاص قناصة النظام السوري في درعا، مشيرة إلى أنه استهدف خلال تغطيته الاشتباكات في بصرة الحرير. وأصيب الحوراني بثلاث رصاصات، الأولى في الصدر والثانية في الخاصرة والثالثة في الرجل. وكان يخطط للبقاء أسبوعين لتغطية المعارك في بصرة الحرير المدينة المحررة منذ حوالي 20 يوما. ولقي الصحفي الفرنسي من أصل بلجيكي إيف دوباي مصرعه إثر إصابته برصاص قناص خلال اشتباكات بين مقاتلين من الكتائب المقاتلة والقوات النظامية قرب سجن حلب المركزي في ريف حلب. وبذلك يرتفع عدد الصحفيين الأجانب والسوريين الذين قتلوا حتى اليوم إلى 19 شخصا، إضافة إلى إصابة 44 ناشطا إعلاميا.
وأسفر تفجير في حي المحافظة غربي مدينة حلب عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وتبادل طرفان النزاع الاتهامات. فذكر التلفزيون السوري أن التفجير نجم عن صاروخ أطلقته جماعة إرهابية، لكن جماعات المعارضة أكدت أن طائرة مقاتلة تابعة للجيش النظامي قصفت الحي، كما وقع تفجير آخر في حوران جنوب درعا، وأسفر بدوره عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. هذا هو جامع الحسين يقصف في مخيم درعا، هذه هي آثار الدماء. الله أكبر. وإلى الشرق من حلب، دارت معارك عنيفة بين مقاتلين أكراد من وحدات حماية الشعب الكردي ومقاتلين معارضين من جبهة النصرة في مدينة رأس العين الحدودية مع تركيا. يأتي ذلك في وقت حملت تظاهرات الجمعة عنوان جمعات جامعة الثورة هندسة الشهادة، في إشارة إلى جامعة حلب. أفادت مصادر إعلامية جزائرية أن الجيش الجزائري ما زال يحاصر إرهابيين التجأوا إلى موقع داخل منشأة الغاز في عين أميناس، فيما توعدت المجموعة التي خطفت رهائن جزائريين وأجانب في الجزائر بتنفيذ مزيد من عمليات الخطف، معلنة استعدادها لمبادلة الرهائن الأمريكيين بكل من عمر عبد الرحمن مؤسس الجماعة الإسلامية في مصر والطبيبة الباكستانية عافية صديق المسجونين في الولايات المتحدة. وكان الجيش الجزائري قد قتل في عملية عين أميناس مسؤول المجموعة الخاطفة عبد الله ولد أحميدة المعروف باسم الزرقاوي الموريتاني. وصلت طليعة القوى التي تعهدت بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس إلى مالي لدعم القوات الفرنسية وقوات النظام التي تقاتل لطرد مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. حوالي 100 جندي من توغو ونيجيريا حطوا في مطار العاصمة المالية باماكو، حيث من المقرر أن تتسلم القوى الأفريقية وقوامها 3000 عنصر بينهم أكثر من 2000 تشادي المسؤولية الأمنية في البلاد من الجيش الفرنسي الذي تدخل في مالي منذ 11 من كانون الثاني يناير الجاري. وفي تطور لافت، أعلنت الولايات المتحدة وضعها بتصرف فرنسا طائرات نقل لدعم تدخلها في مالي، لكنها لا تزال تدرس طلب تموين في الجو بحسب ما أعلن مسؤولون عسكريون أمريكيون. احتشد الآلاف من الأردنيين في وسط العاصمة عمان للإعلان عن مقاطعتهم للانتخابات البرلمانية المقررة الأربعاء المقبل بدعوة من الحركة الإسلامية من مختلف مناطق الأردن، والمطالبة بتعديل المواد الدستورية المتعلقة بصلاحيات الملك لجهة تأليف الحكومات وحل البرلمان. لسنا معنيين بهذه الانتخابات، لأن الانتخابات هي عبارة عن إحدى صور تشويه إرادة الشعب الأردني، والتجربة أثبتت أن هذه الانتخابات المحكومة بالقواعد الحالية قانونا وسلوكا وتزويرا لا تعبر عن إرادة الشعب، وستنتج مجلسا نيابيا مشوها. أكثر من 200,000 شخص احتشدوا في إحدى ساحات ديار بكر أكبر مدينة كردية في تركيا للمشاركة في تشييع الناشطات الكرديات الثلاث اللواتي تعرضن للاغتيال في العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الفائت، وسجيت نعوش الضحايا الثلاث على منصات صغيرة أمام مواكب الحضور التي تصدرتها النسوة اللواتي هتفن الشهداء خالدون. وتمت تصفية الناشطات في خضم مفاوضات السلام بين أنقرة وزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان التي ما زالت نتائجها غير مضمونة. والآن ننتقل إلى النشرة الفنية مع الزميلة دارين شاهين. دارين مساء الخير، كيفك؟ منيح، اشتقت لك. وأنا كمان، شو أخبارك؟ منيح، رواق. وهلا مبسوطة. كيف كبسة حلو. زر؟ كبسة زر برنامج عم بينال إعجاب كتير المشاهدين من حسب الريتينج، ولأنه هيك رح نعمل سيزن 2 و13 حلقة جديد رح نبلش نصورهم ابتداءً من الشهر المقبل. هيدي أخبارك؟ هاي أخباري. أخبارك أنت؟
أما الأخبار الفنية فاليوم سبق وشفتوه للتحقيق على بنشرة الساعة 8 عن الفنانة إيجاد كالان اللي هي بنته للرئيس بشار الخوري، أول رئيس جمهورية لبنانية بعهد الاستقلال، يعني بعد الاستقلال طبعا. وراح اليوم نتعرف عليها أكثر عن كثب، وأيضا بالبانوراما الفنية في عنا أخبار محلية راح تنال أعجابكم. نسمع سوا لكن أكيد. بعد أن زارت لبنان عام 1994 ها هي الفنانة العالمية إيجاد الخوري كالان ابنة الرئيس اللبناني بشار الخوري تزور لبنان وتحديدا معرض البي او سي. وماذا في التفاصيل نتابعه مع الزميلة دارين شاهين. Life shouldn't be a punishment and it is for many people. I admit that I'm privileged but I think that my character is my biggest privilege because I'm born happy. بعد 50 عاما من العمل الفني المتميز عادت الفنانة اللبنانية ابنة الرئيس بشار الخوري إيجاد كالان إلى لبنان لتزور معرض البي او سي الذي اختار تكريمها من خلال إعداد ريتروسبكتيف عن مجمل أعمالها. لوحات، أزياء، منحوتات، كتابات تختصر سنوات قضتها إيجاد بين لبنان وفرنسا حيث عاشت فترة 17 عاماً امتدت بين عام 1970 وحتى عام 1987. اشتهرت خلالها بالرسم وتصميم الأزياء حيث عملت لدى المصمم العالمي بيير كاردان وصممت 140 فستاناً وأطلقت على هذه المجموعة اسم نور. ولكن لم تبقى إيجاد في فرنسا بل سافرت بعدها إلى أمريكا لتختارها مكاناً دائماً لإقامتها، وهذه مشاهد عن منزلها في لوس أنجلوس تحديداً. أنت اليوم عايشة بأمريكا؟ عايشة بأمريكا وجيت خصيصاً للمعرض. جيت خصوصي للمعرض واليوم عم تشوفي لوحاتك عم ترجع تتذكريها لأنه هي من عدنان. ما عمري نسيت اللوحات. لما نشوفك ما فينا الا ما نشوف اللوحات فيك هابي لانك بوزيتيف وانرجيتك وبتشبهي لوحاتك كثير. هيدا اكبر كومبليمون بتعملوا لي. كيف بيقولوا كومبليمون؟ فهم عليك خلص كومبليمون. كنت عم بحكي مع بريجيت عم بقول لها كيف تاثرتي، كلهم عم بيقولوا انه هل تاثرتي بوالدك بالفن؟ قالت لي مش بالفن تاثرت، بولدها بشيء ثاني، بس اسالي لها. بوالدي تاثرت بكل شيء بس الفن. مش الفن. فيك تخبرينا هيك اكثر شيء تاثرتي بالوالد؟ كنت حبه كثير وكثير كنت قريب لي آخر 18 شهر حياته ما تركته تكي. كنت قريب لأمي بس مرض بي قربني كتير 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 له. وبس كان عنده كان مهضوم مثلك ما بعرف يمكن أكثر بكتير. ما بعرف كان كتير مهضوم، كان مهضوم وشعلة ذكر. مشان هيك لوحاتك حلوة مهضوم. بس بعد سؤال أخير، بين لبنان فرنسا وأمريكا وين أنت أكثر شيء مبسوطة؟ بحالي. هذه الطاقة الإيجابية ليست ميزة إيجاد الوحيدة بل هي معروفة بتمردها على المجتمع والتقاليد بالإجمال. Why you did them off the mouth? Because it was the only way for me to hang them. Look how would they hang? I did the people and how would they carry the dresses if there was not a pole from one? Where could I put them? In the eye, poke the forehead. But it's kind of naughty. Well, listen, naughty is part of life, no? من البي او سي دارين شاهين قناة الجديد. هلا شو رايك جورج نتابع انا وياك والمشاهدين؟ هلا يعني مميزه باعمالها وبارائها صح وهيك عندها مثل ارائها هيك بتفاجئك اوقات وضد التقاليد متعارف عليها وضد التقاليد الشرقيه تحديدا وشغلها مميز وشغلها كثير حلو. على كل حال يعني كمان بدنا نتابع معك وفي مشاهدين ناطرين يتابعوا كمان صح وعم بيحكوك على
عم بيحكوك على الموبايل ونسلم عليهم ونقول لهم ميرسي على الاطراء. وعم بيقولوا عنك انه برنامجك كثير حلو وانه نشرتك كثير حلوه وكل هول المديح يعني. ثانك يو كومبليمونات. ثانك يو. تفضل. هلا رح ننتقل سوا انا وياك والمشاهدين تنتابع البانوراما الفنيه. في ظل غياب الحركات الثقافية التراثية في لبنان، أبت صالة إكزود الرضوخ إلى هذا الواقع، حيث أطلقت مشروعها الجديد في لبنان والعالم العربي بعنوان Art Rental Show، يضم 150 لوحة فنية تراثية لعدد من الفنانات كلاميا مكارم، ليديا ليان شرلجيان، دعد أبي صعب، زينة سلوان، ونيكول مزهر. وحضره حشد كبير من الإعلاميين، ضم مديرة الوكالة الوطنية للإعلام السيدة لور سليمان صعب، إضافة إلى حضور عدد من الفنانين والمثقفين والمهتمين بهذا النوع من الفن. كما شرحت المسؤولة عن النشاط الآنسة كريستيان غوستين أهداف استمرارية إكزود، وهو الحفاظ على الحركات الثقافية التي بدت وكأنها تنقرض لما يشوب الوطن من حركات سياسية وأمنية أبعدت الكثيرين عن أجواء الفن والتراث. يستمر المعرض لغاية 23 كانون الثاني من الساعة 11 صباحاً ولغاية 6 مساءً، ونهار السبت من 3 حتى 6 مساءً. أعادت النجمة اللبنانية نيكول سابا سبب ابتعادها عن الساحة الدرامية بعد مسلسل نور مريم إلى النجاح الذي حققه هذا المسلسل، وتخوفها من دخول أي مغامرة فنية دون أن تحسبها جيداً، لكنها أشارت إلى أن تجربتها الجديدة في مسلسل ألف ليلة وليلة ستكون مختلفة تماماً. وقالت النجمة اللبنانية في حوار خاص للCNN العربية إنها لا تنوي الابتعاد عن الأغنيات الجريئة، خاصة أنها صنعت لنفسها أسلوباً غنائياً خاصاً أحبه الجمهور واعتاد عليها فيه. وأكدت أن سبب قلة أغنياتها التي تطرحها في السوق هو أنها تنتج أغنياتها بنفسها. وأخيراً في 22 من كانون الثاني، الموسيقي جي مانوكيان أول لبناني يعزف في السيدني أوبرا هاوس. بدنا نحكي عن أعماله لجي، خبرنا أكثر. هلا كيف ما بتعرفي عم بحضر للكونسرت تبعي بالسيدني أوبرا هاوس. I'm the first Lebanese perform there. وكتير محمس، أول مرة بدأ بسيدني. So كل تحضيراتي لهونيك، وعم بحضر ألبومي الجديد اللي رح يكون اسمه 13 تراز، لأنه it's my 13th album. بنزل بال 2013 ورح يكون فيه 13 لحن جديد. عم وش صار هون طلع انه عم يخلص تخلص البانوراما الفنية. هيدي هي اخبارنا. هذا كان كل شيء، ما هيك؟ هذا كان كل شيء، بس مش باي. مش باي لانه عنا بعد ما عنا لقطة اليوم. ما في شيء، العناوين في العناوين بس. وفي ايمتى النشرة الثانية معك؟ الثالثة ان شاء الله. الثالثة. لكن بنتمنى لك التوفيق. ميرسي. وخلينا نختم مع العناوين، ما هيك؟ اوكي. كان في النشرة غلطة كادت تودي بحياة فيصل كرامي. ما جرى كان غلطة من المسلحين. استنفار أمني وحكومي في طرابلس. قصة أكبر من الجيش وأكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الدولة اللبنانية. اعتصام القوى الإسلامية يتقدمه حسام صباغ. إذا أبيتم علينا إلا أن تستمروا في سياسة دمج شبابنا في السجون فوالله لن تسمعوا إلا انتفاضة شعبية. مقتل مراسل الجزيرة في إدلب. هدي هدي. صبر شوي صبر. وكان في النشرة أيضاً ابنة بشار الخوري تختار نفسها. دارين،
كان هيدا كل شيء. كان هيدا كل شيء. هلا إذا بدك تختمي النشرة السياسية أنت شو بتقولي لهم؟ بقول لهم باي. أوكي خلص.